الحماده. طبعا اول حاجه اتمنى التوفيق لنادي الزمالك، لان احنا من بدايه الموسم طبعا خسران 8 نقاط، وضع ما يليقش بنادي الزمالك وانت لسه في اول 5 ماتشات. نتمنى النهارده تكون بدايه لمصالحه الجماهير. لازم تكسب ولابد من المكسب، بس عشان تكسب لازم تأدي، لازم يبقى عندك خط دفاع قوي، لازم خط وسطك يمتلك السيطره، لازم الهجوم عندك يكون فعاليه. فالنهارده زي ما الكابتن احمد قال في 2 مهاجمين، انا ما اعرفش هل هيبداوا 2 مهاجمين ولا ممكن سيف الجزيري يبقى ناحيه الشمال مايل شويه. فده اللي هنشوفه من خلال الشوط الاول ومن خلال المباراه. لكن اهم حاجه يعني احنا لازم ندافع، احنا بنعاني دفاعيا صحيح. فهم برضك عندهم لعيبه كويسه، زيكو ده لعيب كويس وجايب 4 اهداف، شادي حسين برضك لعيب كويس عندهم سرعات، فلازم يبقى تكير شويه ما يبقاش في مساحات. لكن التشكيل مفيش مشكله خالص، خاصه مع غياب بعض اللعيبه ما نعرفش ايه الاسباب. اكيد طبعا اداره النادي هيبقى ليها هيعلن عن الاسباب بعد المباراه مباشره، لكن اتمنى ان ناخد الامور بجديه، لان يعني مفيش وقت بقى خلاص. صح. يعني عايزين من النهارده، من بدايه النهارده انت الفرقه نادي الزمالك بتنافس على الدوري العام وفرقه فريق بطل، فلازم الامور تبقى بجديه، لازم الاصرار على المكسب يكون الموجود، الروح عاليه، لازم كل لعيب يلعب على قد امكانياته، مش عايز تاليف، يعني العب على قد الامكانيات واعمل حساب ان في جمهور كبير وراك، في ناس بتشجعك، في ملايين وراك عايزك تكسب. كره القدم مش عافيه ولا قوه، هتلعب كويس يا طارق هتكسب. صح. مش هتلعب كويس هتخسر. فاتمنى تكون بدايه النهارده جيده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. واحترام احترامك لنفسك واحترامك لتاريخك واحترامك لناديك واحترامك لجمهورك ياتي في المقام الاول.